والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة حياة عسى. يا مرحبا، حياكم الله. عندنا مقطعنا اليوم هو تكميل القصة باللغة العربية الفصحى. تمام؟ أنا راح أضع الميكروفون أمام كل شخص أو كل فرد من الأفراد لكي يكمل القصة. جاهز؟ جاهز. جاهزة؟ جاهز. 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 أحمد. خرج أحمد من المنزل وكان غضبان أسفا. ذهب إلى المدرسة. فلما دخل المدرسة وقرأ واجباته ورح من بيته ورجع إلى البيت وهو يقول يا أمي أبغى غداء أريد الكوسة وأبي أكلها. فقالت الأم ما عندي. الأم عصبت وهو قال لماذا لا عندك؟ أنا جعان. قالت لا أجد عندي في المطبخ إلا الأندومي، هل تريد الأندومي؟ فقال أحمد لا. قال لا. قالت ماذا تريد؟ كبسة. أريد كبسة. والكبسة تشبع بطني. نعم. فقالت الأم أبشر يا ابني بالكبسة. فكبسته كبسة ما صارت. وكبست له وهو يتغدى عقبه أي بعده إلى النوم. فلما نام وجد بالحلم شاف في الحلم. وش شاف يا فزاع؟ الحلم. وش شاف؟ شاف جني. جن. أيوة. وانحرع أي خاف. وبعدين قعد راح يمهم قال يا يما إنني شفت أحدا. قالت وما هذا الأحد؟ قال السبت. هم يصير. قالت ماذا رأيت يا ابني؟ رأيت جنية تمشي من عندي وتقول لي أنا أريد أكلك. أنا أريد أن أكلك. أنا أريد أن تشبع بطني يا مصدومة. مثل الكبسة اللي قبل شوي. إيه؟ قالت الأم بسم الله عليك يا ابني. بسم الله وكلته. أمه كلته؟ لا. 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 الأم قالت بسم الله عليك يا ابني لا تخاف. إيه؟ ماذا قال أحمد؟ قال بسم الله. ثم ذهب أحمد إلى الشارع. الشارع وهو يهج. ولكن هناك منع تجول. فشافته الشرطة وطلقت عليه. لا الشرطة ما تطلق عليه. ماذا قالت الشرطة؟ قالت ممنوع التجمعات في حظر التجول، ما تعرفون النظام. وغرمته 10,000. 10,000 ريال سعودي عدا ونقدا. فماذا؟ يجي لا ما مات، يموت من 10,000. طيب خلينا نكمل. بعدين سكن بيته الجديد. سكن بيته الجديد ولكن هذا البيت فيه جني. جني وكلا. وأكل أحمد. وثم شبع وهو يروح يدور له واحد ثاني عشان يأكله. ثم ذهب الجني إلى الشارع ليبحث عن أي أحد يأكله. تلقى الشرطة منع التجول. فأعطت الشرطة هذا الجني 10,000 ريال غرامة. ومسكوا الجني. ثم ماذا؟ حطوه بالشجن. بعد يحاول يطلع ولكن لا يستطيع أن يخرج. وحاول أن يطلع بعدين قال بعدين ما تحمل ومات. فلما مات خرج من فمه أحمد. فقال أحمد أيها الشرطة أيها السجان أخرجني من هذا السجن.
أخرجني من الشجن. قالش وش ماذا قال؟ طلعني. قال الشرطي أنت من أنت؟ قال أنا أحمد. قال من أتى بك إلى هنا؟ قال من؟ الوحش الجني كلاني وبلعني. وثم خرجت أنا من بطن هذا الجني، أريد أن أخرج. إيه تكفون يا شرطة، أريد أن أخرج. هو جاني في البيت وهو ثم في البيت وثم يبلعني. ثم قال هذا الجني، قصدي أحمد. ثم قال أحمد أريد أن أتوظف في الشرطة. فذهب إلى الشرطة ويطلع. لا ذهب إلى يتوظف عندها يشتغل معهم. ماذا قالوا له الشرطة؟ لا قالوا لا. قال لماذا؟ قالوا لأنك ليس شرطة من أول. أنت ليس شرطة من أول، يعني يجب أن تكون شرطة وأنت في بطن أمك، هكذا يعني. قال مو زي كذا، قال أنت لازم من تخرج من جامعة الشرطة. صحيح. فماذا فعل أحمد؟ قال تكفون أبي توظف معكم، تكفون، أنا ما معي فلوس. ما معي فلوس. فقالوا إذن حسنا سوف نوظفك معنا. واشتغل أحمد برتبة جندي في الشرطة. فذهب إلى الشارع فوجد شخصا آخر اسمه فزاع. فماذا فعل أحمد بفزاع؟ ماذا فعل أحمد؟ يقول اسمك. أقول اسمي فزاع. ثم ماذا؟ الشرطة يحطونه بالسجن. يحطونه أنت بس بالسجن. ليه يحطونك بالسجن؟ وش الخطأ اللي سويته؟ ما سويت خطأ. ليش يحطونك بالسجن؟ ما معي فلوس. اللي ما معه فلوس يحطون بالسجن. اي خذ خطأ. والله ما يحطون بالسجن. طيب انت معك فلوس الحين؟ لا. هاتك على الشرطة. ها؟ خليهم يحطون بالسجن. المايك عند نوت. حاولوا تزعينه. ثم فزاعة صار بالشارع وشافته الدورية وغرمته 10,000 وما معه ولا ريال. فقالت الدورية إذا نضعك بالسجن. فأخذوه ووضعوه بالسجن. وقال لا تكفون انا ما معي ولا فلوس انا فقير. ايش قلت؟ قلت لا طلعوني ما معي ولا فلوس. وثم جابوا العصا وهم يضربونه يقول تكفون طلعوني ما كنت ادري بالحظر التجول. فلما ضربوه بالعصا قالوا نريد أن نخلع ملابسك ونضعك بالماء البارد. فلما خلعوا ملابسه وجدوا بطنه صغير وسره كبير. ها؟ وضعوه بالماء البارد. عليه. اي. على منه؟ على فزاع. فزاع. ايوه بعده. تكفون طلعونا. ما معي ولا فلوس. تكفون. يقولون لا. ماني طالعة. ماني. ليه؟ عشان ما معي فلوس. خبري. ما معه فلوس. قال انت ترى مو عشان الفلوس طالع، انت طالع عشان تمشى. والدورية شافتك وغرمتك 10,000. ولكن
بما أنه ليس معه لا 10,000 ولا ينفع بأي شيء في السجن، قالوا نقتله. قالوا كيف تقتلونه؟ قال نقتله هكذا. ثم قال تكفون لا تقتلوني، تكفون ارحموني لا تقتلوني. وثم هو يهج يهج وهو يحفظ حفرة ويهج مثل الكلب يعني. كمل. وجي احفر احفر وانا اجي اطلع وجي انحاش. كهرب فزاع من السجن، فكتبوا في الجرائد وفي التلفزيون أن ابحثوا عن فزاع، ومن يجد الفزاع له جائزة مالية قدرها 1,000,000 ريال. أنا أبحث عن هذا. فقالت نوت أنا أبحث عن هذا جنبي. فأتت به نوت، ولكنها لا تحصل على 1,000,000 ريال، ولكن إن شاء الله نحصل على 1,000,000 مشاهدة لهذا المقطع و100,000 لايك، وإن شاء الله مقطع في كل مكان. وحياكم الله. يلا قل لهم شكرا بالعربي الفصحى. شكرا بالعربي الفصحى.